السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى جولة جديدة من جولاتنا في حديث الصحافة، والبداية من صحيفة الحياة اللندنية، حيث كتب عبد الوهاب بدر خان مقالا تحت عنوان سوريا وجنيف 2 في سياق الاتفاق النووي. قال فيه: السؤال الذي طرح بقوة وإلحاح فور إعلان التوصل إلى اتفاق بين الدول الكبرى وإيران، هل يمكن أن ينعكس على سوريا؟ وكيف وبماذا؟ السؤال الآخر: هل كانت سوريا في أذهان المفاوضين؟ بعد 24 ساعة على الاتفاق النووي، أمكن أخيراً تحديد موعد لمؤتمر جنيف 2. هل هي صدفة أم استطراد؟ بان كي مون أعلن ما اتفق عليه الأمريكيون والروس، أي أن التأخير لم يكن بسبب عقبات من النظام أو من المعارضة، وإنما للحصول على اتفاق مع إيران، لأن ما بعده لن يكون كما قبله. والقاعدة الإيرانية الأولى هي أن أي عطاء يقابله أخذ، فقد تكون البداية في أفغانستان حيث لم تكن هناك مشاكل تذكر مع الأمريكيين. أما سوريا فهي ورقة ثمينة وصعبة، والمطروح إيرانيا هو استعمالها في المساومة الكبرى حين يحين وقتها وليس التخلي عنها، نظرا إلى تشعباتها اللبنانية والفلسطينية والعراقية والخليجية، فضلا عن التركية والإسرائيلية. من شأن إيران أن تقرأ في السكوت الدولي عن تدخلها في القتال في سوريا وعدم إدانته أو شن حملة عليه، مع إقحامها حزب الله وميليشيات عراقية ومقاتلين شيعة من بلدان عدة، نوعا من القبول لمنعها سقوط نظام الأسد وانهيار قوته. لكن إذا لم يكن جنيف 2 سرابا أو خديعة، فقد حان الوقت كي تحدد هذه القوى، تحديدا أمريكا وروسيا، موقفا واضحا من الدور الإيراني الذي بات عدوانا سافرا على كرامة السوريين والعرب لا يقل إجراما عن أي عدوان إسرائيلي. من هنا فيضغط على المفاوضات ميدانيا قبل موعد جنيف 2 وبعده لتحسين الموقف العسكري التفاوضي للنظام. وماذا سيكون موقفهم منها في هذه الحال؟ أم أنهم يخططون منذ الآن لحل يبقي النظام ويكافئه؟ بالانتقال إلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب صالح القلاب مقالا تحت عنوان عدم الثقة بأوباما وعدم الاطمئنان لألاعي بإيران. قال فيه: لو لم تطلق اتفاقية تدمير الأسلحة الكيماوية إلى الرئيس بشار الأسد وتفتح له المجال واسعا للاستمرار في ذبح الذين من المفترض أنهم أبناء شعبه والاستمرار بإبادتهم، لما كانت كل هذه التوجسات وكل هذه التخوفات ومعظمها عربية تجاه اتفاقية الأشهر الستة المتعلقة بالبرامج النووية الإيرانية. لقد ثبت أن اتفاقية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية جاءت بمثابة مؤامرة على الشعب السوري وعلى المعارضة المسلحة وغير المسلحة، التي اعترف العالم بأكثرية دوله بأنها الممثل الشرعي لهذا الشعب. ولهذا فإنه مع العرب ومع المعارضة السورية ومع الشعب السوري كل الحق في أن ينظروا إلى اتفاقية جنيف الأخيرة بعيون الشك والريبة، وبأنها قد تطلق يد إيران في منطقة الخليج العربي وفي الشرق الأوسط كله لتواصل تدخلاتها العسكرية والسياسية والأمنية في الشؤون الداخلية لسوريا والعراق ولبنان واليمن، ولتستكمل مشروعها التوسعي الإمبراطوري الذي لم يعد خافيا إلا على من يتجنب رؤية الحقائق وإلا على أعمى البصر والبصيرة. ولعل ما يعزز مخاوف الذين يخشون من انعكاسات خطيرة لهذا الاتفاق أنه لم يتطرق على الإطلاق لاستباحة إيران للكثير من الدول العربية إلا في بنته الذي جاء فيه حسب موقع جريدة النهار اللبنانية. تستمر أيضا جميع العقوبات الأمريكية المتخذة في شأن إيران التي هي على علاقة بدعم الإرهاب ودعم دور سلبي في النزاع السوري وسجلها في حقوق الإنسان. وهنا فإنه يبقى أن نؤكد مجدداً أنه إذا كانت نوايا الجارة العزيزة حسنة وصادقة، فإن عليها أن تسحب مقاتليها من مغاور فيلق القدس ومن ميليشيات حزب الله ومن طائفيي فيلق أبو الفضل العباس من سوريا وعلى الفور، وأن تترك العراق لأهله من سنة وشيعة، وأن تكف عن حشر أنفها في شؤون دول الخليج العربي وشؤون اليمن. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى جريدة إيلاف التي كتبت مقالا بقلم فهد الراشد تحت عنوان
العالم يتداعى في سوريا، قال فيه: جفت أقلام الكتاب في العالم العربي والغربي وهم يكتبون عن الصراع السوري، ولم تجف الدماء التي يريقها هذا الصراع. المعارك مستمرة والقتال محتدم بين مختلف التنظيمات العسكرية وبعض الجيوش في المنطقة، ومع ذلك فما زال هناك من يسأل عن الجهات المعنية في الصراع. قد يكون تعدد الجهات التي تشارك في الصراع من خارج سوريا وفق مصلحتها الخاصة، وتفرق الثوار كلا وفق أهدافه، هي العنصر الأساسي في عدم وضوح الصورة العامة في سوريا. ويضيف الكاتب: الأمر المتفق عليه هنا بين أمريكا وروسيا هو عدم الاكتراث بالدماء السورية التي تجري، والأرواح التي تزحق هناك كل يوم منذ 3 سنوات تقريباً، أو هكذا بدا على سياستهما تجاه الصراع السوري. ولم يرى في التاريخ صراع بين عدة جهات يتم إمدادها عبر جهات أخرى لديها مصالح متضاربة ينتهي على طاولة مفاوضات، وإلا لكانت فلسطين قد نعمت بالسلام منذ زمن. إذن فالصراع في سوريا ليس مقدرا له أن ينتهي هكذا عبر مفاوضات يهيمن عليها جهات خارجية قوية ترعى مصالح تهمها دون مراعاة مصلحة الشعب السوري الذي يستطيع لو ترك لوحده أن ينهي ثورته ويقرر مصيره. ولكن الإملاءات الخارجية للأطراف المتعددة داخل سوريا سوف تجعلها فلسطين أخرى، أو ستقسمها دويلات بين أطراف الصراع. وختم الكاتب بالقول: لقد نجحت إسرائيل بشكل ملفت في عدم جذب الأنظار باهتمامها بالصراع السوري، ولكن التاريخ يعلمنا أن إسرائيل تلتزم الصمت حيال المسائل التي تشكل خطراً حقيقياً عليها حتى يعدوا خطتهم، ثم يبدأوا بعد ذلك في التحرك. فقيام دولة ذات توجه إسلامي على حدودها التي تتمتع بالديمقراطية والاستقرار الداخلي سيجعل رؤساء إسرائيل وقادتها عاجزين عن النوم ليلاً. وبالانتقال إلى جريدة عنب بلدي التي نشرت مقالاً تحت عنوان: كابوس شلل الأطفال يخيم على سوريا من جديد، قالت فيه: في خضم المعاناة الإنسانية المتزايدة يوما بعد يوم في سوريا، ولدت الحرب الدائرة في البلاد مأساة جديدة تثقل كاهل السوريين، الأطفال منهم تحديدا. فاليوم وبعد 14 عاما من آخر ظهور المرض في سوريا عام 1999، يعود شلل الأطفال ليهدد حياة ما يزيد عن 100,000 طفل سوري في مناطق الشمال الشرقي وحدها حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية. فحالة شلل الأطفال عاودت الظهور في الشمال السوري المحرر نتيجة تلوث المياه ونقص الأغذية وغياب الرعاية الصحية، إذ سجل انخفاض ملحوظ في نسب تقديم اللقاح للوقاية ضد شلل الأطفال في العامين الماضيين. وتتزايد المخاوف الدولية من الوضع الصحي المتردي الذي تعيشه المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا، إذ أن انتشار شلل الأطفال أو غيره من الأمراض المعدية سيترتب عليه نتائج كارثية ليهدد أطفال المنطقة برمتها، خصوصاً مع حالات النزوح المتزايدة إلى دول الجوار. هذا وقد بدأت تركيا إثر ظهور حالات شلل الأطفال في المنطقة بحملات تلقيح ضد المرض تشمل 7 محافظات تركية متاخمة للحدود السورية، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن حملة تلقيح واسعة النطاق ضد شلل الأطفال في الشرق الأوسط تستهدف 22 مليون طفل. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى وكالة أنباء الأناضول، في لقاء مع حفيدي عبد الرحمن الكواكبي كتبت مقالاً بعنوان: أستبعد سيناريو تقسيم سوريا. استبعد الخبير السوري سلام الكواكبي، أستاذ العلوم السياسية بمؤسسة مبادرة الإصلاح العربي في فرنسا، سيناريو تقسيم سوريا وإقامة دولة علوية، مستحضراً فشل هذا السيناريو من قبل على خلفية التداخل الديمغرافي في سوريا، كما استبعد أن تقوم روسيا بإنهاء الصراع في سوريا قريباً، معللاً ذلك بأن روسيا تجد في استمرار الأزمة فرصة لاستعادة مكانتها بالمنطقة، خاصة بعد عودة التعاون الاقتصادي مع مصر والعراق. والأمريكيون غائبون إرادياً عن وضع الوزن المفترض بهم نظرياً أن يستعملوه لإحلال التوازن في المعادلات المطروحة،
والأوروبيون مغيبون تماماً إلا للعب أدوار ثانوية تنحصر بلقاء على الهامش هنا وهناك، والصينيون يترقبون بصمت، ودول الخليج تعيد تقييم مواقفها وممارساتها متأثرة بخيبتها من موقف أمريكي لزج لم يكن يخفى على أحد سوى السذج، وجامعة عربية تغطي عجزها المزمن بتصريح من هنا وآخر من هناك، فيما تمارس إيران دبلوماسية متواصلة منذ 10 سنوات على الأقل بخصوص النووي الذي تعد له وتفاوض عليه. أما تركيا فتبدو متنبهة إلى خطر تفاقم الوضع الميداني في سوريا وتأثيراته عليها. وأخيرا إسرائيل تطلب من الفاعلين الروسي والأمريكي أن تستفيد أيا كانت سيناريوهات الحل، وفي ظل هذا كله يستمر الموت خبزا يوميا للسوريين. وتابع: لم يقرر الفاعلون إنهاء المسألة السورية حتى الآن، وما دامت المقتلة السورية لا تؤثر إلا في نطاق جغرافي محدد ففي العجلة في وقفها ندامة استراتيجية تصيب أكثر من طرف. وعن رأيه بالائتلاف قال: في إطار الموجود يعتبر الائتلاف أكثرها تمثيلاً لمختلف المكونات السياسية، وبذلت جهود هائلة للطعن به، لو صرف جزء يسير منها في التفكير البناء لما وصلنا إلى ما نحن عليه، لكن بالمقابل لم يحقق الائتلاف الأداء السياسي المنتظر منه. وختم حديثه بأن بنية الاستبداد التي تحرم الإنسان من حقوقه تفسح المجال واسعاً للتدخلات الأجنبية من كل حدب وصوب، وسوريا تقبع تحت سلطة استبدادية منذ عقود، وبالتأكيد فتراجع الزخم الثوري العربي والتخبطات التي تمر بها مصر وتونس إضافة إلى عدم الاستقرار الأمني الواضح في ليبيا كلها عوامل تؤثر سلباً على السوريين. وبالانتقال إلى وكالة أنباء الأناضول كتبت نقلاً عن تقرير استخباراتي إسرائيلي: الجيوش العربية ضعيفة وحزب الله يعيش أياماً ذهبية. خلص اجتماع أنهاه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية الكابينت أمس لمناقشة تقرير استخباراتي إلى أن إسرائيل استفادت بشكل كبير من الأوضاع القائمة في المنطقة بسبب ضعف الجيوش العربية، معتبراً أن حزب الله يعيش أياماً ذهبية. بحسب ما نقلته صحيفة إسرائيلية، وعلى الصعيد المصري رأى قادة الاستخبارات في تقريرهم أن انشغال الجيش المصري في الأوضاع الداخلية منذ عامين في إشارة إلى الأوضاع السائدة في مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني 2011 حد من استمرار تعاظم قوته، وهذا ما انعكس على ضعف مستوى استخباراته خاصة في الحرب مع القاعدة في شبه جزيرة سيناء، مع التأكيد على أن سيناء مصدر إزعاج بالنسبة لأمن إسرائيل. وعن الوضع في قطاع غزة، أشارت التقارير الأمنية الإسرائيلية التي تم طرحها في اجتماع المجلس الوزاري المصغر إلى أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف حزيران عام 2007 تجتهد بشكل كبير في بناء منظومتها العسكرية، وأن الأوضاع في غزة تحت سيطرة الحركة بسبب القوة العسكرية التي تمتلكها. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن تقرير لمنظمة Human Rights Watch عن تعرض لاجئات سوريات للتحرش الجنسي في لبنان، كتبت تقول أن لاجئات هاربات من الصراع في سوريا للبحث عن ملاذ آمن في لبنان تعرضن للتحرش الجنسي من جانب موظفين وأصحاب منازل وموظفا بمنظمة مساعدات محلية. قالت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 12 امرأة وصفن كيف تعرضن لاعتداءات جسدية وللتحرش وضغوط لممارسة الجنس، ولم يبلغنا السلطات بهذه الحوادث خوفا من الانتقام من جانب المنتهكين أو خوفا من الاعتقال لأنه ليست لديهن الوثائق المطلوبة. وقالت ليزل جيرن فولتس مديرة إدارة حقوق المرأة بمنظمة Human Rights Watch: يجب إيجاد ملاذ آمن للنساء الهاربات من الموت والدمار في سوريا وليس التعرض لانتهاكات جسدية في لبنان. وتقول الأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين السوريين في لبنان 800 ألف. وقالت لاجئة تدعى هالة عمرها 53 عاماً من دمشق لمنظمة Human Rights Watch
أنها تعرضت للتحرش الجنسي في 9 منازل من أصل 10 عملت فيها لرعاية نفسها هي وأطفالها الأربع. وقالت المنظمة أن أصحاب العمل الذكور حاولوا إجبارها على ممارسة الجنس أو إجبارها على تزويج ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً. توقفت هالة عن العمل وتعتمد الآن على مساعدات من الكنيسة. وقالت المنظمة أن وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تعاملت مع إحدى الحالات في الشهور الثلاثة الأخيرة للاستغلال الجنسي والتحرش الذي تعرضت له لاجئات على يد موظف بمنظمة إغاثة محلية، وعزل الموظف بعد إحالة القضية إلى السلطات الدينية السنية المحلية ولكن لم يتم إبلاغ الشرطة. وحثت هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية والأمم المتحدة على تحسين الحماية للاجئات ومساعدتهن على الإبلاغ عن أي انتهاكات، كما حثت الدول المانحة على زيادة تمويل الإسكان والطعام والرعاية الصحية لتقليل احتمالات تعرضهم للاستغلال. وقالت ليزل تحتاج الحكومة والوكالات إلى فتح أعينها على المضايقات الجنسية والاستغلال لهؤلاء اللاجئات وعمل كل ما هو ممكن لوقف ذلك. بهذا نصل إلى نهاية جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.